بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في وجه آخر من مشابهة صراط أهل الجحيم، وقال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما الأخرى عليه. وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئا، ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا، ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا. وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، بل يرى المتمسك بها منقطعا عن الله، وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ذكر الشيخ رحمه الله في معنى هذه الآية أن كلا من الطائفتين يجحد ما عند الأخرى من الحق، وذلك من أجل أن ينتصر لنفسه ويعتبر نفسه هو المحق، وأن غيره على الباطل. وهذه مصادرة للحق ممن كان معه من الخصوم، وهذا أمر لا يجوز، بل الواجب الاعتراف بما عند المخالف من الحق وبيان ما عنده من الباطل. هذا هو الإنصاف والعدل، أنك إذا رددت على شخص فإنك تبين ما عنده من الحق، و ترد على ما عنده من الباطل. شابه اليهود والنصارى في هذا من هذه الأمة بعض المتفقهة والمتصوفة فريقان، فالمتفقهة يرون أن المتصوفة ليسوا على شيء مطلقا، وأنهم ضلال، ليس عندهم من الحق شيء. وكذلك العكس، المتصوفة يرون المتفقهة ليس عندهم عبادة، وليس عندهم زهد، وليسوا على شيء، وهذا ظلم وجور من كلا الطائفتين. فالواجب الإنصاف مع الخصوم، مع المخالفين، وألا يجحد الحق مع من كان. وأما الباطل فإنه يبين ويرد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل. نعم، الواجب أن يعرض ما عند المختلفين على الكتاب والسنة، فيؤخذ ما وافق الحق ويرد ما خالف الحق. هذا هو الواجب. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ف
فإذا اختلفنا فلا نبقى على اختلافنا، وكل يركب رأسه ويرى أنه هو المحق وغيره هو المبطل، بل علينا أن نعرض ما معنا على كتاب الله، نعرض أقوالنا ومذاهبنا وآراءنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله، فما وافق الحق معنا أو مع مخالفينا فإننا نقبله، وما خالف الحق معنا أو مع مخالفينا فإنا نرده. هذا هو العدل والإنصاف. نعم. قال رحمه الله: وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا والآثار الفارسية قولا وعملا ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام وبما حدث فيه. لما ذكر الشيخ رحمه الله طرفا من مخالفة اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، انتقل إلى بيان مخالفة من ليس عندهم كتاب من الفرس والروم. من الفرس والروم، فإن المسلمين يخالفونهم ولا يتشبهون بهم لأنهم أهل كفر وأهل ضلال وأهل جاهلية. نعم. قال: فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا ومن الآثار الفارسية قولا وعملا ما لا خفاء به. نعم. فيجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتجنب ما عليه الفرس وما عليه الروم من الأخلاق والعادات الذميمة والنحل الباطلة، لأن الله أغنانا بالإسلام عن كل مذهب وعن كل طائفة وعن كل أمة، أغنانا بالإسلام، فنحن نستغني بما في هذا الدين من الخير والحق والعدل والهدى، ونترك ما عليه تلك الأمم، لا سيما وأن فارس والروم ليسوا أهل كتاب وإنما يعيشون على الجهل وعلى الضلال. نعم. قال رحمه الله: وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضالين، وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه إما لاجتهاد أخطأ فيه أو لحسنات محت السيئات أو غير ذلك، وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف. نعم. يقول الشيخ: ليس الغرض من هذا الكتاب هو أن نستقصي كل ما عليه أهل الضلال والمغضوب عليهم والضالون ووجوه مشابهات من الانحرافات، ما لا نستقصي هذا، ونستقصي ما وقعت فيه المشابهة لهم من هذه الأمة، فإن هذا شيء كثير. ولكن الغرض من هذا الكتاب هو رسم القاعدة والخطة التي يسير عليها المؤمن في حياته حتى يكون على الصراط المستقيم ويكون مخالفاً لصراط المغضوب عليهم والضالين. ثم نبه رحمه الله إلى أن المتشبه بهؤلاء، المتشبه بالمغضوب عليهم والمتشبه بالضالين والمتشبه بالأميين وأهل الجاهلية وفارس والروم، قد يكون مغفورا له الحمد لله، إما لاجتهاده لأنه لم يتعمد المشابهة بل ظن أن هذا شيء مباح وأنه شيء طيب، ولو علم ما فيه من الشر لتجنبه، فهذا يغفر له خطأه، قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا فعله وهو لم يتعمد هذا الشيء وإنما ظنه مباحا وظنه جائزا، ثم لما تبين له أنه خطأ تركه، فإن الله يغفر له ما سبق. نعم. الحمد لله. قال: أو لحسنات محت السيئات، أو يكون عالما بأنه خطأ وأنه لا يجوز
ويكون هذا معصية، يكون تشبهه بهم مع علمه بتحريم ذلك يكون معصية، لكن قد يغفر الله هذه المعصية بما له من الحسنات العظيمة. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصغائر تكفر بأمور، منها اجتناب الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومنها أداء الفرائض، فإن أداء الفرائض يكفر الصغائر كما في هذه الآية الكريمة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكما جاء أن الحج يكفر ما قبله من الذنوب، وأن الحاج إذا حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم. قال: وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف. وإنما الغرض من هذا الكتاب إنما هو رسم الخطة الصحيحة والمنهج السليم الذي يسير عليها المسلم في حياته، وهي لزوم الصراط المستقيم. ولا يمكن هذا إلا بمعرفة هذا الصراط والتفقه فيه وتبين الحق من الباطل. فإن الإنسان إذا كان يجهل فإنه يقع في الأشياء وقد لا يدري عنها. نعم. قال: ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال. نعم. الصراط المستقيم هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الدين، وهذا الدين يكون أعمالا ظاهرة وأعمالا باطنة. الأعمال الباطنة ما يكون في القلوب من الاعتقاد الصحيح والإيمان الصادق والخوف والخشية، الخوف من الله والخشية من الله ومحبة الله سبحانه وتعالى، هذه من أعمال القلوب. أو يكون ظاهرا على اللسان، وذلك بالكلام الطيب والذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام الطيب مع الناس، أو يكون بالجوارح كالصلاة والصيام والجهاد في سبيل الله، أو يكون بالأموال كالزكاة والصدقات التطوعية والتبرعات الخيرية. فإن هذا الدين شامل، هذا الدين شامل ولله الحمد لكل خصال الخير من واجب ومستحب، من عمل ظاهر وباطن. نعم. قال: وأمور ظاهرة من أقوال أو أفعال، قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات، في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. والغرض من بيان الصراط المستقيم هو ما كان في أمر العبادات، أما ما كان من أمر العادات فهذا من المباحات، هذا من الأمور المباحة لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه. المباح هو ما يتساوى طرفاه، فلا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وهذا مثل المشي والنوم والركوب ولبس الثياب وأكل الطعام والشراب، بشرط أن تكون هذه الأمور داخل حدود المباحات وأن لا يكون فيها إسراف وتبذير. نعم. إذن حينما نسمع المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا، هذا لزوم ما لا يلزم؟ لا، هذه عبارة سيئة، لأنهم يريدون بالعادات والتقاليد أمور الدين، يسمونها عادات. المسألة عادات. أي يسمونها عادات وتقاليد، وهذا خطأ، لا يجوز التعبير بهذا. العادات والتقاليد في الأمور المباحة، أما هم لا يريدون هذا، يريدون أمور الدين، يعبرون عنها بالعادات والتقاليد.
ونخضع لعادات وتقاليد، ولماذا تحكمنا عادات وتقاليد؟ هذا لا يجوز تعبير عن الشريعة وأحكام الشريعة بأنها عادات وتقاليد، هذا من الخطأ الواضح. نعم. قال: وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. نعم، أعمال القلب وأعمال الجوارح مترابطة، فما يكون في القلب من النيات والمقاصد والهموم يظهر على الجوارح، الجوارح تتحرك بما في القلب وما يدور في القلب من الأفكار. نعم. والعكس كذلك، القلب يتأثر بما يكون على الجوارح من الحركات والذهاب والمجي والأخذ والإعطاء، فالقلب يتأثر بأعمال الجوارح والجوارح تتأثر بأعمال القلب، فبينهما تلازم وبينهما ارتباط وثيق. نعم. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له. نستدرك على ما العبارة السابقة أن لما كانت أعمال القلوب مرتبطة مع أعمال الجوارح، والعكس، أعمال الجوارح مرتبطة مع أعمال القلوب، ففي هذا رد على من يعملون المعاصي والسيئات وإذا نصحوا قالوا الدين في القلب، الدين في القلب. نعم. يعني أما أعمال الجوارح فلا تدل على شيء، لأن الدين في القلب. وربما يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن القلب أنه هو الأصل وهو المدار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لكن نقول الأعمال السيئة بالجوارح والأعمال الظاهرة تدل على فساد القلب، لأنها صادرة عن إرادته، صادرة عن إرادة القلب. فالإنسان لا يتحرك إلا بإرادة قلبه وبقصده في قلبه، فأعمال الجوارح مرتبطة بالقلب، إن كانت طيبة فارتباطها بأعمال القلب الطيبة، وإن كانت سيئة فارتباطها بأعمال القلب السيئة. نعم. لنا أن نقول الشيخ أيضا كما أن الإيمان يكون في القلوب وكذلك النفاق، كما في قوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. لا في شك، النفاق يكون بالقلب ويكون بالأعمال أيضا. الآية: المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخله، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وهذه أعمال ظاهرة لكن مصدرها من القلب، لأنه ليس فيه إيمان، أو فيه إيمان ضعيف. إذا كان النفاق عمليا فيكون مع الإيمان الضعيف، وإذا كان النفاق اعتقاديا فلا يكون معه إيمان أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة. العبارة الأولى قالوا: هذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا كما ذكرنا. نعم. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال وأقوال وتقريرات، هذه هي الحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه أوتي القرآن أوتي السنة، فهي وحي من الله عز وجل، وهي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم.
قال الله جل وعلا في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحكمة هي السنة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات. قال: فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة. النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة التي جاء بها أنه نهى عن التشبه بالكفار في هديهم الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وهذا لا شك أن له حكمة عظيمة، فإن مخالفتهم في الظاهر تدل على مخالفتهم في الباطن، والعكس كذلك، مشابهتهم في الظاهر تدل على محبتهم في الباطن كما يأتي في كلام الشيخ. فالتشبه له ارتباط وثيق بما في القلب من محبتهم أو من تعظيمهم، فهو لم يتشبه بهم إلا لأنه يرى فيهم الكمال ويرى فيهم القدوة الحسنة له. فالتشبه ليس هو أمرا عاديا أو أمرا عابرا، وإنما له مدلوله، له مدلوله الذي بعث عليه، وهو تعظيم الكفار والرأي أنهم أهل كمال، وأنه ولذلك يتشبهون بهم لأجل هذه الأمور. نعم. قال: فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة. نعم، المدار على نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، وإن لم يظهر لنا الحكمة في ذلك والعلة في ذلك، فإنه لا ينهى إلا عن شيء فيه محذور، ولو لم يظهر لنا أو قد يخفى علينا في وقت ويظهر في وقت آخر، فالواجب علينا الامتثال. فالمدار على الأمر والنهي وإن لم يظهر لنا الحكمة في ذلك. نعم. قال: لأمور منها أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس. هذه هي الحكمة في النهي عن التشبه باليهود والنصارى وأضرابهم من الكفرة، أن التشبه بهم في الهدي الظاهر يدل على شعور في الباطن نحوهم بالتعظيم والاحترام والتوقير، لأنه لو لم يعظمهم ولم يرى أنهم أهل كمال لما تشبه بهم. نعم. قال: فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس ثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. نعم، التشبه باللباس أيضا فيه سر، أنه يتشبه بصاحب ذلك اللباس، فمن لبس لباس العلماء صار في نفسه شعور نحو العلماء والانتماء إليهم، ومن لبس لباس الجنود صار في نفسه شعور نحو الجندية والعسكرية وما كانوا عليه من العادات والتقاليد التي يمشون عليها. هذا في اللباس، وهذا مثال تشبه باللباس، هذا مثال لسائر أنواع التشبه. فما من أحد يتشبه بأحد في شيء من لباسه أو من كلامه أو من مشيته أو غير ذلك إلا وهو يحمل في قلبه له شعورا خاصا من أجله تشبه به، لولا أنه يميل إليه لما تشبه به، لو كان يبغضه وينفر منه لما تشبه به. نعم. ويمكن أن يكون أيضا المتشبه في درجة من التبعية والانصهار والانحطاط. هذا من ثمرات التشبه، أن الإنسان إذا تشبه بطائفة من الناس أو بأشخاص
من الناس فإن شخصيته تذوب في شخصية المتشبه به، تذوب في شخصية المتشبه به. والمسلم يجب أن يكون عنده استقلال بشخصيته وعزة بدينه، ولا يخضع للمخالفين في الدين ويتشبه بهم. نعم. قال: ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. نعم، تشبه بالمنعم عليهم أهل الصراط المستقيم يورث محبة لهم، ويورث انضماما إليهم، وبحثا عن صفاتهم. والتشبه بالمغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى على العكس، يحدث في نفس المتشبه ميولا إلى المغضوب عليهم وإلى الضالين، وأن يقتبس من أخلاقهم ومن عاداتهم الفاسدة وتقاليدهم الكاسدة بحسب ما يعلق به من التشبه بهم. فالتشبه لا شك أنه يجر إلى المتشبه به، سواء كان طيبا أو سيئا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع فضيلة شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في نهاية لقائنا نشكر لكم حسن استماعكم، ونشكر لفضيلة الشيخ ما تكرم به من الشرح والبيان. وهذه تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم. حتى نلقاكم في لقائنا القادم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.